السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقريبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الخريجة من هندسة منوف آية العروقي، خريجة سنة 2023، هندسة منوف تبع لجامعة المنوفية، متواجدة هنا من سنة 2017 للدراسة، صار لي 6 سنين. أختي ريفان العروقي طالبة فرقة رابعة في جامعة المنوفية، كلية الطب البشري. طبعا هي لها صار لها 4 سنين موجودة هنا في مصر. طبعا احنا كان بسبب المعابر ما بنعرفش ننزل، خوفا انه المعبر ممكن يسكر باي وقت زي اللي حصل في الحرب، لانه اهلنا نعتبر احنا استثمارهم هنا في التعليم ورفع راية فلسطين. سواء ان انا يعني مهندسة هنا الحمد لله، يعني امثل دولتي. طبعا اختي طبعا راح تكون في يوم من الايام ان شاء الله من الجيش الطبي الموجودين في غزة، الذين يعني يعملون في الطوارئ الشديدة جدا في المجازر التي توجد في غزة الان. نحن فقدنا في هذه الحرب 26 فردا من عائلتنا، 20 فردا من الدرجة الاولى، وستة من الدرجة الثانية. من الدرجة الأولى طبعا هو والدي ووالدتي وأخي وأختي، أعمامي ونساءهم وأطفالهم أيضا، لأنهم جميعا كانوا أطفال هناك. ومن الدرجة الثانية أبناء عمة أبي، معهم كبار في السن وأيضا أطفالهم لا يتجاوز أعمار الأطفال 16 من عمرهم، تم قصفهم في 22 من أكتوبر بعد نزوح أهلي من شمال وادي غزة، تحديدا في منطقة الزهراء التي جاءها أكثر من خبر إخلاء كاذب في البداية. ومن ثم عندما اشتد الضرب جدا، فقال أبي يعني والدي أنه يريد أن ينزح إلى بيت أو منزل أعمامي في منطقة الزوايدة التي تقطن في الجنوب من وادي غزة، لكونه يعني أقل أمانا أو أكثر أمانا بقليل، يعني لأن هناك غزة كلها تحت القصف، لا يوجد مكان آمن تماما. وأصبحنا بفاجعة، أولا تدمير منزلي وقصفه بالكامل، وهناك 25 برجا في مدينة الزهراء. من ضمن هذه البيوت أيضا بيت جدتي، والدة أمي، وخالي وأولاده أيضا، ولكن لم يكن هناك إصابات. وقد كتبت نشرت منشورا على الفيسبوك أن الحمد لله تم قصف منزلي ولا زال أهلي بخير للآن الحمد لله. ومن ثم كنت أتكلم مع أهلي وأتواصل معهم عن طريق الاتصال الدولي الذي لا يتجاوز مدته 5 دقائق، وهناك صعوبة أصلا للوصول إلى هذه الاتصالات. من ثم أتحدث مع والدي ووالدتي لإطمئنان على نفسيتهم بعد قصف منزلنا الوحيد في مدينة الزهراء. فكانت جواب أمي لي: يما إحنا تعبانين من اللي صار في مدينة الزهراء، شفناه على التلفزيون. فقلت لها: الحمد لله يا أمي، الحمد لله أنكم بخير وبسلامة، مش مهم البيت، المال معوض الحمد لله. فحكت لي: الحمد لله، بس يعني ان شاء الله يعني برجع بكلمك بكره. وهيك بكره طبعا انا كنت نائمه ما كلمتها، في اخر الليل حاولت ان انا اكلمها واصلهم، ما عرفتش برضو اكلمهم. ثاني يوم قلت راح اكلمهم، ثاني يوم جاء اليوم التالي وجاء معهم خبر استشهاد أهلي جميعا 20 فردا الذين ذكرتهم سابقا. وكيف تلقيت هذا الخبر؟ أنا لي عمة قاطنة هنا بالقاهرة، اتصلت بي وقالت: آية، عمك راح. بحكي لها يعني كيف عمي راح، مش فاهمة. تحكي لي: الدار انقصفت، وين أبوكي؟ حكيت لها: أبويا عند عمي. طب ومين معه؟ قلت لها: أختي وأخويا وأمي. إيش في؟ قلقتيني إيش في؟
بتحكي لي خلص الدار انقصفت، بحكي لها وانت من وين عرفتي الخبر؟ حكت لي انا كنت بشاهد قناة مباشر تماما زي اي حدا مقترب عن غزة بيطمن على اهله لعدم وجود الاتصالات طبعا، فهو مشغل اي قناة مباشر عنده، فشافت جثمان عمي وابنته وابنة عمي الاخرى، شافت جثمينهم في مستشفى شهداء الاقصى في دير البلح في الوسطى، ولم نكن لحد الساعة 12:00 ظهرا لم نكن نعرف من هم الضحايا والذين استشهدوا في هذا القصر، ومن ثم علمت بخبر استشهاد والدي وأخي وأختي، وأمي كانت ما زالت تحت الأنقاض على حسب قولهم في البداية، وبعد 3 أيام علمت بأن أمي تم دفنها باليوم الأول، ولكنهم لم يكن هناك من تعرف عليها، لدرجة أنها تم دفنها مع جدتي والد والدي والدة والدي وقريبتنا الأخرى لأعمارهم التي المتقاربة من بعضهم البعض، لذلك لم يتم التمييز بينهم، لدرجة أنهم تم دفنهم الثلاثة في قبر واحد غير الآخرين، الآخرين كل قبر مستقل بذاته، فالحمد لله أنهم شهداء عند رب العالمين، وباقي أعمامي تم انتشالهم على مدار الأيام السابقة من تحت الأنقاض وليس من الدفاع المدني. الدفاع المدني هناك كان له هناك طبعا قائمة بأسماء العائلات التي حصلت بها المجازر التي مارسها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، الذي لم يفرق بين طبيب ولم يفرق بين مسعف وصحفي، أيضا عائلة الدحدوح راحت والعزايزة الصحفي العزايزة ليس له بنك أهداف معين للقصف، لأن هذه إبادة جماعية يعتبر وليست حرب التي تم استخدام فيها أسلحة محرمة دوليا، فتم نبش الأنقاض بالأيدي أو بالمطرقة لكي يخرجوا الجثامين الشهداء تحت أنقاض بيت عائلتي. لم عندما تم نبشهم تم إخراج عمي وزوجته وابنته أيضا، وما زال للآن هناك 3 من أولاد أعمامي أطفال ما زالوا تحت الأنقاض. عمي هذا الذي تم إخراجه بعد يومين كانت له ابنة رضيعة لم تتجاوز 6 شهور، وكانت طبعا هم وجدوها عند الجيران بسبب قوة الضربة عليهم، وقد نجت لمدة 2 ساعة فقط، ومن ثم كان جاءها نزيف داخلي فاستشهدت ودفنت معهم جميعا الحمد لله، فهم إن شاء الله في الجنة بإذن الله.